شرع الله فيسر ليراك حيث تجر تقتفي درب نبي دينه فقه ميسر شرع الله ويسر وفقه تحيا لترقى هكذا المختار بشر كلما تسعى لخير كان خير الله أكثر كان خير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، كبراتنا كبران تكبراتنا ترداتشو يا أفريكاتي بروغام تكاتاوش بيالا تبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لله سبحانه وتعالى مسقنا يكبا وأنه فقه العبادات عبادة وتشفز عسام تمهرت بسئلة ترقفة باك اللالة كرارة بيكربين تمهرت لما مامار كفل جيزي ترسنال إن شاء الله بزاري وبروغاماتشن من الملكاته وكصلاة قاري تهازو قداوشن يونال لم يتوكو يصلاة قداي صفايا لفقه تمرتنو بزول معوج بزول مسافتن مجلدات وچن صفو بتهل عندهم داقمو بزول تلالاق ولمعوج ادمي اتشون بطعم اهنن صلاة تمرت صفا درقو هزبون دي ردونا بتلا يملكو سووش اندي تاكمو بات اندي ريفرنس اندي تاكمو بات بزول مسافتو وچن صفوال تمرتهم صفايا لال كمان نين يوم فقه تمرت فقه رئيس وست عند صلاة صفا مليلم إذن إن شاء الله صلاة بعلفه برنامج تشاتشلاي سلا عذاب عيتنا برا مسجد متبك علب بن عذاب وتشنت ملكتنا برا وسافيو ديهم دعمو صلاة السجاجدين كمجمر أو كمجر شو النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السجاجدين بتملكته بسافيو عنستنا برا زاري إن شاء الله من ملكته مسرته ويهونا قديه وتشني هونال صلاة لم يتوقعوا كتكبرنا كنجرجع عند لا يمدرج بتكبرم عنده بنجرم بعند بتم ميجلس عبادة عينتنا إهنا يا عبادة يا صلاة سرعة ملكته بسوس بوتاي كافلو تال ولا معوج سوس بوتاي كافلو تال عندنا وأركان لوتال كصلاة مسرة هاوي هونو مسوس سوتش مالتنا يا صلاة أركان وتش ويدقمو يا صلاة مأزنات تبلو ميكمل وعلو كصلاة تكبارات وجست مالتنا عند مأزن ميهونو مالتنا يا مأزن كليلة صلاته ميفرس مالتنا ليلة وداقمو واجبات لالو قديتا وتش صلاة وست يا قد اللي درجو يميجبو قديتا تكبارات وتشالو مسرتها مأزن على اللهم نجرجم قديتا نو ما درج مالتنا ليلة وسوستني وداقمو سنانو سنن الصلاة ميبالو مالت سويه ولا مسالك هذا الرجع يوددال أجرهم دزاو كفيلال كلا هذا الرجع دكمو أي كتابتهم هم بلوم كتوا ويدك مورستوم استساستوم كتوا ما أي كتابت يه سنن الصلاة لوتال النزيل سوستن نجاراتوش بس في الملكة تعالى إن شاء الله زاره برنامج الله. طيب زاره برنامج صلاة مع زنات عندهم قديتها وتشنا سنة وتشن بتملكته هنا إن شاء الله نملكته لأن عند بعند يصلاة مع أذناتهم بتملكته ولا ما وتش كصلاة تكبارات وتش مع أذن بلو ياس كم توت ويدقمو يمر توت كتلايو قرآن آية وتش عندهم دقمو كنبي ياوي صلى الله عليه وسلم حديث وتش بمان سات بمان مرت بمان وطاتنا لا أمه قلص عندهم النا صلاة بأجبابه لمسجد عندي تاكمو ياكل لا يهيتو ياوتوت مالتنا مسرت هاي كود داوش على لغات عم فوكس ليارا قبت ميكيبا عاي داقمو كادر رقم عاجر مياقن يبت كالا در رقم داقمو مايك أتعبت ناقارا دوش على لغ ويم داقمو كالا در رقم بانداند لمسالي سجود الصاحب ومادرق ميتاكاتش وناقارا دوش على لغ نسون إن شاء الله بسفيو نانا سابتا نانا سوالن ركن سيبال ند شريعة جزء أساسي مسرت هاوي هنا نجر كفل مالتنا يا نجر بتسع كملكو بمجبا تكناونا مياس بلو مسرتهاوي نجرنا ليدرج مجبا مالتنا صلاة لتكبينة لمعنيت ميتكمو هي ركننا وركنو ما موالت على بعضه لكن مثالي عند بيت سجنبا
يراسو يهون معزنات هالود عرات ويدقم عم السدست كذا بلايم ليهون يتشلال كذا وست عنده معزن لمثالي بيورك ويمدقمو بيسبر يا بيت هاي قوم تستقاكلو ويولاق قدال ويوركال ويا بيت يفرسال مالتنا لكن دزان صلاتهم ينزي مسرتاوي ركن ويدقمو معزنات يجد لقنيو التي كبال كان كذا وست عنده كودك يا صلاة ودك هنا المالت بتلاقي هم بلو ميعدوا قاعدين تنقرك هون طيب استين الملكات عندنا يوم من الملكاتو عندنا يوم من الملكاتو يا صلاة معزنات هنا ويدقمو أركان الصلاة يمنلو يا صلاة معزنات صلاة جم صلاة يمسرتون قرات وش مالتنا صلاة يمسرتون قروش لما أدرك يا لما تشالهن يتها بتشا سيكر بمن الملكو لتوت ماي يما يقبى نقر مالت يعني نقر ما أدريقو يمي كبدو عينة نقر بعلمة شال هنية تاوج بيتشا بعلمة شال هنية تاوج بيتشا انجي ديكار ويدقمو لتو يما يقبى نقر مالتنا يام دقمو بمواكم هنا بمزنقات هم بلوم لمسالي لهوني جلال ويدقمو تزناكتهم ويدقمو سايوك أخطأ لمسالي تساساته بنلم ودك ما يهونو نقراتوش ناتشو نزي نقراتوش مالت ما أزنات من اللو نقروش تساستو علم عاي هون بلومنو بكا ودك يهون علو نزا نقروش كالتمو علو مالت نزا ما أزنوت كالتمو علو مالتنو إيه مسرطاوي يصلاة كفلنو استين نمالكت إن شاء الله عند باندو لماوش اسكم توتهل إيه ركن عندو ركن كهيدا إلى العلماوش كصلاة أركانوش عندو ركن كوا عندو ما أزنون كوا كهيدا يجي صلاة باطلة هنا اللي جوا ده جمو تقبلين تعتقدين يم طيب أستي عند بعند الملكة يوم جم مريو نية ما دركنا يوم جم مريو يا صلاة معزنات ويدا جمو من أركان الصلاة نية ما دركنا نية سنل العزم على الشيء يهون النجر قرط والثاني والسنو ويدا جمو السابي بوسط وعسبو يعني نقر عدرقو عالو ولو ما عسب مالتنو عندهم داقمو تقباروستن بزاو مقباتنو ما عسب بيتشام سايون عسبو بيتشازم ملو مالت سايون عسبو كورت اقوام نوروت ودا تقبارو مقباتي لالو لمسالي صلاة الظهور لمسجد كتنسا عندسو نياون كادر رقى يعني صلاة مجمر مچال لبت تنسطو مسجد مچال لبت نيام بتملكت النبي صلى الله عليه وسلم بحديثات جوست إنما الأعمال بالنيات بلوان ما نيام سرا سرا تكبينة مياقنيو بنيانو بلوان سلازي نيام سرتهاوي مع زنو يعني يا كليل يا صلاة ورك ميهون بتاقات عمي فترة المالتنو طيب ولتنياو داقمو ما يقومنو قديتها صلاة لاي بتالي أكمس كاللو درس أكمس كاللو درس ما يقوم يتبك بتال يالشالسو ياو مقوم يالشالسو تقمتو يسكدال ويدقمو نبي صلى الله عليه وسلم بحديثه عندن صحابي عندما كاروت صلي قائما كوش بله صلي قائما قومه سجد كالشالك دقمو كوش بله سجد عندهم دقمو كوش بله مسجد كالشالك تقادمه بقنه تنيته سجد يميلون نجار أسكمت على النبي صلى الله عليه وسلم إذن قوموا مسجد مسرة هاوية صلاة معزن مهون كزيو إن الرد لنا لتنا طيب القيام سنل الله سبحانه وتعالى بقرآن سمن لال وقوموا لله قانتين بطعم راسها تشهون ودى الله سبحانه وتعالى لبها تشهون بمعقرب راسها تشهون زك بمعدريك عندهم دقمو بتمسطو مالتنو راساتشون زك عدرقاتشو بعدب الله سبحانه وتعالى فيت قومو لصلاة ستقومو بزي ملكو قومونو ميلو الله سبحانه وتعالى إذن كزيه كتنسا نزي عند ركن ويدقمو مسرتاوي يصلاة مع زناتوست يقوالو مالتنو ليلو دقمو سوستنياو يحرام تكبيرانو مجمرا لي يميلو تكبيرا مالتنو مجمرا لك صلاة سيجمر مالت يالبت الله أكبر يميلو تكبيرة الإحرام مالتنو إيهين قدي عند صو صلاة مجمربتنو وهي أول كلمة من الأقوال المفروضة
في الصلاة مجمّر علي صلاة لجمّر جمّي قبّى قديتها يهونا صلاة معزن يهونا مسرتاوي نقرنا تكبيرا ودايمو تككلن ياندتون ويتكبّينة دينورات اندتاقن تكبتكلن ياملكو مبّال عاللبات الله أكبر سنّل بتككل مبّال عاللبات مالتنا عندسو نبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطعور كالو بهالا صلاة من جمّره بتكبير عنده هنا كذاب وحالا من نابك أو دقمه بتسليم عنده هنا تناقروا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثات جوست عند سو صلاة سيجمّر الله أكبر بلو مجمّر عند اللبت سيضواب دقمه مسألة تاوي نقرنه ما أنهم يوقوا نقرنه الله أكبر مالتنا ليلة بليلة مكير أي تشالم إلى اللو أبزان يعلم أوج طيب كزيغا تايزومنا البات الله أكرم الله أعظم إميلهم نقر متكامي شلالو يميلوا علماء وشال نقر قن أبزاني علماء جمهور علماء التكالي علماء مالتي شلال ولا جوم يسمى مبتنا بعندك قال مياس أركوت نقر إيه قال الله أكبر مالتنا تكبيرة الإحرام مالتنا إيه ننو إيه صلاة مسرطاوي معزن عندونو مالتنا إيه نن نقر يعلى درقة سو يا صلاة معزن طوى مالتنا يمجمر يعون يعلى الدرجة طيب ليلة وردتني وداقمو فاتحان مكراتنا فاتحان مكراتنا فاتحان مكرات يا صلاة مأزن ويم داقمو مسوصون واركان فاتحان مكرات سنل عند سون قدي باقبابو فاتحان مكرات مشاهد لبت ينم داقمو مي هرقا قطول للنبي صلى الله عليه وسلم بحريثات جوز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بلوال صلاة اللهم سورة الفاتحان يا الكرابة صلاة صلاة يلهم صلاة تكبينة يلهم يالو حديث الله يدقمو حديث صحيح حديثنا وبخاري يزقبو حديثنا طيب قراءة دقمو هلوم ركع علينا قد تهمي هنا يما جمرا وركع علي ولتنيا وركع علي سوستنيا هم عرتنيا كاللوم سيها صلاة من سجدو صلاة هلوم ركع علي صلاة فاتحان مكرات يسفل قال النبي صلى الله عليه وسلم بأند حديثات جو كان يقرأ مع أنه عند صحابي زقبلن أبي قتادة رضي الله عنه زقبلن كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يسمعنا الآية أحيانا نبي صلى الله عليه وسلم ولدت وشو يمجمرا وشو ركعا وش لا ظهر صلاة لي فاتحان يكارونا كذابوا حالا يهونوا آيات وشن يكارالو ويدقموا سوران يكارالو والو عندهم دقموا ولتو يقروا ركعاوش سوستنيا نعرتنيا وركعاوش دقمو فاتحة الكتاب يقروا نبرا بلو يا نبي صلى الله عليه وسلم صلاة أسقاقد نقرونا برقيت إمامو إياسقاديك هنا تكتاو دقمو من مهون اللبت إمامو يقرى إذا كان الإمام يقرأ جهرا لمسالي مغرب ويدقمو إشاء صلاة لاي إمامو دمسون كفادرقو يمي كرانة نقرق هنا من مهون اللبت ميلو لاي الله سبحانه وتعالى بقرآن داله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قرآن سيكرر أدمتوا لباتشونا جروتشون ستاتشو أدمتوا لذا قرآن يميل القرآن آية الله إن بتملكة أبو هريرة رضي الله عنه وزكاة من دمو نبي صلى الله عليه وسلم سوتش عندي أدمتوا ياسكمتوت ملكت على مالتنا طيب زي قام نالبات معموم بهون سولاي دقمو تكتاي هون سوم لاي فاتحان مكرات ركن نو ويدقمو مسرطاوي مأزن نقر نو صلاتو دمس زك عدرقو ميساقد باتم كهون صلات انديهم دقمو دمس كف عدرقو ميساقد باتم صلات كهون عندان دوش من الالو سنة القراءة وستهس كمتوتنا فاتحان يالفز سو ويدقمو فاتحان بأقباب مكرات يالشال سو لك تمساسايون ليلة سورة ويدقمو آية هكرا يميلم ياس كمتالو يعني نميافز كهونا مالتنا ليلة كفاتحة وشي ميافز كهونا نقر كن فاتحة مسرطاي قدين ونا مجمع راما فز ياللبت قدين منم قرآن محفظ يالشال سو سا فاتحان مكرات كالشال ياسو لمسالي أديس ودسلمنا يقبع صوليهون يشلال زاريهون وديهون صلاة مجمرة لبت لمسالي هون
ماتا كابيله ود اسلمنا جبا نبل عشاء صلاتن بزان سات عشاء صلات مسجد አለበት تاطبو غلاون تاطبو وضو ادرغو صلاتو مسجد አለበት مكنياتهم كذا قصبت جمرو اسلمنا وست كغبابت جي جمرو يا اسلام تكاليف كله جديتا يهنبطال سلازي مسجد አለበት فاتحان كن مقرات ايچلم እንዴት ያደርገ የሚለው ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ ዑለማዎች ሌሎች ዚክሮችን ቀለል ያሉ በሚላሹ ቀለል ያሉ ሊላቸው የሚችላቸው ቀለል ያሉ ሊላቸው የሚችላቸው ቃላትን ይደጋግም ይላሉ እሱም ለምሳሌ ሱብሃንአላህ 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 ማለት ቃሉ ይነገራል ለምሳሌ አንተ አሁን ፋቲሃ አሁን ገና ወደ እስልምና ስለገባ ፋቲሃን መቅራት ስለማትችል ማለት ያለብህ ሱብሃንአላህ በል እስከዛ ትለምዳለ ወይ ነገ ተነጎዳ እስከ ትለምድ ድረስ እንዲሁም ደግሞ የተወሰኑትን አያ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انزين هلتون يدغغمال معناته عندهم دغمو لمثال ازاونت هونو يعني قرانون دغمو لمقرات ميكبدو كهونه سوره الفاتحه مقرات ميكبداچو سوتش قالو يام سو انديو تمساساي نغر نو مدرك يالبت يطاطارال لمانباب ويدغمو لمانار نغر كن كالچاله ادميو غفتو ليهون يشلال ويم دغمو علي يازلت بلوت ليهون يشلال ويم غنا هون اديس ولا اسلامنا غابا ያዘውን ቃል ይደጋግማሉ ወይም ደግሞ ያንንም ካልቻለ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ወይም ደግሞ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አልሐምዱሊላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚሉትን ቃላቶች ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ የሚሉትን ቃላቶችን ይደጋግማል ለከዛው እጭ ለምሳሌ ፋቲሃን ቀርቶ ማእሙም ኸዋላ ተቆሞ የሚሰግድ ከሆነ ተከታይ ሆኖ ከሰገደ ለምሳሌ ኢማሙ ركوز كهدر قدرس منهم يقرأوا نقر كتفها بات لمسالي ظهر صلاة النبل لنا إمامو يمجمرا وركاء علي على الزمن السو فاتحة نجي من ما يشلم فاتحة كقرر خلاص أقوم اسكذا درس من يادرك إمامو داقمو آياتو اتشن ليلو اتشن رزم يالو سورة اتشن يقرر هنا ياو أي سمم مكناتهم بوستهم يقرأوا ظهر صلاة سلهون بزين ساعات زنبلو يتبك على مالت إمام إلا نقر ميلو نقر إلا فاتحة هم بأقوابو كرتوال ከዛ በኋላ ምንም ሌላ አያ መቅራት አልቻለም ይጠብቃል ይላሉ ኢማሙ ወደ ርኩ እስኪሄድ ድረስ ማለት ነው طيب ሌላው አምስተኛው የሶላት ማዕዘን እነዚህ ማዕዘናቶች ያው መዘርዘር ስለማያስፈልግ ነው መሰረታዊ ጉዳይ ስለሆነ ሶላት እነዚህ ጉዳዮች ከፈረሱ ወይ ደግሞ ከቀነሱ ከተተው ሶላቱ ሊፈርስ የሚችልበት አጋጣሚ ስለሆነ ስላለ ነው ስለዚህ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች አምስተኛው ርኩ ማድረግ ነው ركوع مادرك قدي ركوع مادرك عندي سو زكتنياو ركوع مادرك سنلياو بهولت جوچو قلبتوچن يزال جرباو دايمو زك يلال ستريت يونال ايي جرباو ستريت يونال ركوع يادرغال ايي بزي ملكو ركوعن ادرغ يبالا نغرغن زكتنياو زكتنياو ركوع ادرغ ميبالو باجو ورتاچ ودا قلبتوچو اتغبا ادرغو يتوسنا زك مادرك የቻለውን ማለት ነው ለምሳሌ በእድሜ ገፍቶ ሊሆን ይችላል ወይ ወፍረት አስተግሮት ሊሆን ይችላል እንግዲህ እስከዚህ ድረስ ወለታች ዝቅ በልና እኩል አድርግ ይባል ሊወርቅ ይችላል ያ ሰው ስለዚህ በተቻለው አቅም በተቻለው لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم ስለሆነ በተቻለው አቅም በእጆቹ ጉልበቶቹን ይዞ እንደዚህ ጣቶቹን ዘርዝሮ ማለት ነው ጉልበቶቹ ላይ ያስቀምጣል በተቻለው አቅም زك مالت علبت بسونته مالتنا بچالو اكم يا اجو ازي قلبتوچو دايرمو دايرمو ሁለት እግሮቹን መንካት قلبتوچو ላይ መንካት እስኪ ይችላልበት ያክል ድረስ ማለትነው ሙሉ ደግሞ ያው እንዳልነው ካልከበደውና ሚችል ከሆነ ስትሬት ማድረግ ነው ወገቡን ስትሬት አድርጎ مسجد مشال አለበት ركوع مادرج مادرج مشال አለበት طيب ليلو بجوچو እንግዲ ጉልበቶቹ ላይ ዘርዝሮ ያስቀምጣል እዛ ላይ ይተክላል ማለት ነው ወይ ደግሞ እዛ ላይ ይደገፋል በጆቹ ላይ ይደገፋል እጆቹን መልሶ ጉልበቶቹን ሲይዝ ሰውነቱ እንዳይወድቅበት ወይ ደግሞ እንዳይንገዳገድ ይደግፍበታል ማለት ነው በጆቹ طيب በተቻለ መጠን ምንድነው ጀርባውንና እንዲሁ ራሱን ጭምር እኩል ማድረግ መቻለበት ለምሳሌ ጉልበቱን ምንድነው ወገቡን እኩል አድርጎ ራሱን እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ ጥሩ አይደለም እንዲሁም ደግሞ ዝቅ የሚል ከሆነ በጣም ወደታች የሚወርድ ከሆነም ጥሩ አይደለም
وكل مهون على بيت عندهم دعمه زيجا إن دنو كندون تنش مكفت مش على بيت ويم دعمه بتعامل دزيه وترى درجوم هذه على بيت مسهونة تون تنش كفت ما درج على بيت ركوع سعرك ودا تاتشم زك عيلم ودا لايم كف عيلم عندنا سويتش عند خشوع عالسبوت بتعامل زك ميلو سويتش عالو ركوع سعرك بتعامل زي كركر عالو سويتش عيتو منجر على بيتو النزان سويتش لما سالي مسجروس بتلاقي بزانات ملكم يسجدك هون عاي كلاو لا يوك إشلال عندنا سو هم بلو لا يدرك إشلال وي وكل يالله مسلوط يهون إشلال نزام يادرجو لازم عندنا سو يان نجر كايه وندمي إيه النجر ما استكاك على اللب هتي النجر ما استكاك على اللبش وجبش وكل مهون على اللبت كراسش جا وكر كاشن كلات كذيب كل جا وكل مهون على اللبت استريت مهون على اللبت إيه استريت على اللب وده لا يزك كف بل وده قوم وده تاج زك بل استريت على درك مبلا اللبت حتى إلى اللو صحابوش من دونه جربات شو وكل كمهون يتنسى وهاك وابو كوبايا درجو زلابي أسكمة تو أيور كمنا بريلا وها كوبايا أدرغو وها كوبايا أدرغو جربوا لها بياس كمتو بس نسراتي كمتا أين كساكس أيور كم ودا تاج ودا هلا علم مالتنا كزارو كونسي جارس ودا لا يكفي لال إشي أهونم كارتو هل نجدي سبعة تنيا ونملكت سبعة تنيا اسكاسرات ناتشو إن شاء الله اسكاسرات ناتشو يا صلاة معزنات لا سدس تنيا اسكا مستملكتنا السدستنيا كركو كان بلوم اكم ويدغمو الاعتدال من الركوع الرفع من الركوع ان له علل كركو كان بلو قط بلو مكو هي صلاه مسراتاوي معزن عند عند سوت كركو انا يلونا وداون ود سجود يدالو هي ستت نو قط بلو مقوم ياسفلغال ين بتملكته النبي صلى الله عليه وسلم بحديثاتو است بحديثاتو است بدنب جلسوال عند صحابي تلو تلو سيادرك ركوعهم تلو كركوع سيملس وداون وسيل منالوت كركوع ودلايك انا بلا ستقوم قط بلا ستقوم درس تراغاكته قوم نيالوت تراغاكته قوم نيالوت فلو رفع ولم يعتدل قائما عند سو كركوع قنا بلو نغرغن تستكاكلو سونتهن قط ادرغو كلا قومه وطلت صلاته صلاته تطفالج صلاته تقباينت يلو ميلا عندي كركوع أدرج النبل كذا عندي علينا وداونه ملسو وده سجود مهيرة يتنكركون إيه صلاته يبلغ شال الله عندك الله لم يتهنا كره الله شو كلهم بيهون يفلق أنا كره بيهون أنا بلو قومه كذا وحالة ملسو وده سجود مهيرة على البت مكناتهم اعتدال كركوع تملسو قط بلو مقوم كصلاة مسرتاوي معزن سلهونة عندنا لما وش عندهم كركوع قنا مالتنا طيب كركوع قنا مالتنا الاعتدال ميلون ሁለት ركن ادرغو اسقمطوታል كركوع قنا مالتون عند ماذن يرغوታል قط بلو دغم مقوم راسو سو راسو ماذن نو يروታል لبيچاو مالتنو ስለዚህ አንዳንዱ ለማዎች እንደዚህ ዘርዘሮ የሚያስቀምጡት ነገር ችላ የሚባል ነገር አይደለም ነው ثم ارفع حتى تعتدل قائما بلو ياسقمطوت على النبي صلى الله عليه وسلم قط بله اسكت قوم درس كركوع لاي قنا بله قومه بلو يا يالوت حديث الله بليلا زغبا منديو سمي الله لمن حمده قال بهالا يرفع يده كف جون كف يادرغال كزي كتكشاو اكل ويدغمو كجورو اكل معناتنو كذا بهالا قط بلو يقومال يميل ليلوچم حديثوچ አሉ معناتنو هي مسرتاوي معزنه سدستنيا سبعتنيا بسبعتو اكالات سجود ماورد سجود مادرك بسبعتو اكالات سجود مادرك هي مسرتاوي يا صلاه معزنه مكنياتهم سجود ሁለት ጊዜ ነው የሚደረገው ሁለት سجودዎች ማለት ነው الله سبحانه وتعالى اركعوا واسجدوا ركوع ما درغو عندهم دعموا سجودهم أدرجو ثم سجود حتى تطمئن ساجدا يملم ليلا حديث الله سجود أدرج سجود ما أدرج لاي ترجع أخته
اسكتون درس سجود سيادر قاندسو ترقاكتو نو سجودون باقوابو ترقاكتو بطمعنينة بارقاتة مادرقية اللبت نبي صلى الله عليه وسلم بأند حديثات جومن إلى الله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على بسبعة أكالات لي سجود اندورد سجود اندادرق تازج الله على إيمالت إنيام مادرق اندال لبنه نبي صلى الله عليه وسلم ما يستمرون وأشار بيده على أنفه بإجاتشو أخنشاتشون ملكة عصايون نبي صلى الله عليه وسلم عندهم دائما هلت جوتشاتشون عصايو أملاكتو نزي هلت جوتشن عندهم دائما قلبتوتشن عصايو نبي صلى الله عليه وسلم كذا جعاف هلت جعاف يأجر جعافوتشنم عصايو إهنن بدن بني أبراروت سلزي سبات مسرطاوي نقراتوش ناتشو هلتو جوتش ሁለት ናቸው ከዛ ሁለቱ ጉልበቶች አራት ሁለቱ ደግሞ የእግር ጫፎች ደግሞ ስድስት ናቸው ይሄ አፍንጫና አፍንጫና እንዲሁ ደግሞ እንደውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍንጫቸውን ያሳዩት ነው የሚለው በዚህ ሐዲስ ውስጥ አፍንጫና ግንባር እነዚህ አንድ እንደ አንድ ነው የሚቆጠሩት ስለዚህ አጠቃላይ እነዚህ ሰባት አካላት ስጁድ ምናደርግባቸው መሰረታዊ ነገራቶች ናቸው ስጁድ የሶላት ማዕዘን ነው إن شاء الله يقررون دقمو يصلاة معزنات كتنش رفتو بحالة من لسان كتل علم ساتركو تبقون فاصل قصير ونواصل إن شاء الله شرع الله فيسر ليراك حيث تجر تقتفي درب نبي دينه فقه ميسر شرع الله فيسر ليراك حيث تجر تقتفي درب نبي دينه فقه ميسر شرع الله ويسر وفقه تحيا لترقى هكذا المختار بشر كلما تسعى لخير كان خير الله أكثر كان خير شرع الله فيسر ليراك حيث تجر تقتفي درب نبي دينه فقه ميسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله تكبرات الناس ورداتشو يا زيه بروغام تكاتيوش يفق العبادات يتسجنوا يا صلاة السجاجد استمرت بتملكة بصفي بتملكة إنه زارية هي هنا لنا صلاة أركان صلاتنا هي صلاة مسرتاوي مع أذانات لأن هذا الرجال شو يميجبو مسرتاوي صلاة مع أذانات يا عند مع أذان كتفى صلاة هتشن بقوله ميبلا شو مالتنا نزين نجاراتوش بدم بمواقع أسفل لقال نزين بعلامة وكم ليهون يشلال بمواقع ليهون يشلال صلاة هتشن ليه أتفو بني يشلالو عندك الله اللي تايو إما يجابو مسرة تايو قدعوش ناچو كده مثل إسكسابات ميدر سوتن مسرة تايو قدعوش ناستنال أهون داقمو سمن تنياو نملكت سمن تنياو يسلاة مسرة تايو معزن أهونم بهولتو سجودوش مكاكل مك أمتنو بهولتو سجودوش مكاكل مك أمت إيه مالت عند سو سجود كادر رقبو هالا سجود كادر رقبو هالا تملسو مك أمت مالتنو الجلوس بين السجدتين من له إيه تراجعتو سويه وسجود كادر رجب ولا تملسو بولت بأجرود شلاي مكمت مالتنا كأني جرون يا كومال جرا جرون دايمو يا يكمت بتحال مالتنا كبلفو سئل راي إن ده تملكتنا مالتنا إيه عندي تراجعتو مكمت ثم رجع حتى تطمئن راكي أن قالوا ولا ثم سجود حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه مسرته مع زن سجود ادرك ترغاكته كذا وحالا تملس دغمو ترغاكته قچ بل قچ بل قچ مالتهم دغمو ترغاكته سكتكم مدرس مرغاغات علب ايه مع زن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه اوست اسكمطوت طيب ليله 99
لا مجرشاو تشهود مكامتنا لا مجرشاو تشهود مكامت إيهي ما أزن شوفوا هني مجمراون تشهود لالن يا مجرشاون تشهود يا مجرشاون تشهودنا إيهي نقدي التشهد الأخير دليل من دنو كحديث وسط مالتنا ابن مسعود رضي الله عنه وزقب لنا حديث مسارات كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة وسط سنك أمت اندي هو نالله ابن مسعود رضي الله عنه قلنا السلام على الله قبل عبادي السلام على فلان وفلان إياه نبره كذب فيت سلو نبروت كذا لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام على نبي صلى الله عليه وسلم الله لا سلام يهون سلام يهون أتبلو إكلي لا سلام يهون أتبلو الله هو السلام الله السون سلام عنه ولكن إذا جلس أحدكم عند توسي كمت عنه عند توسي كمت جن فليقل التحيات لله بلو أستمروا كذا وحلا التحيات لله يبلعه نبي صلى الله عليه وسلم سلذي كذي من ردة من النوى مسألة هاي معزن مهون إن ردة لما لتنا الله مني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأهنم بل إلى حديث التشهد عندي تدرجوا تشهدا دميل أستمروني بلو كذابوا حالا تشهدا عندي النبي بال يتناق ربت هني تعالى طيب هي عندي تشهد يوم ترى شو تشهد لاي مكامتنا أسرنياو من ملكته يوم ترى شو تشهد مكراتنا يا التحيات كما جمرة وأنستو التحيات لله والصلوات والطيبات قدم سيل بال فوت بروغاموش لاي بس في عند ملكتنا مالتنا تشهد مكرات بتام وساي نغرنا النبي صلى الله عليه وسلم صحابوتنا ما استمروال صلوا كما رايتموني بلوال نزي تشهد عندند مذهبوت لاي سنه نو يلالو عندندوش دغمو ما اذن نو يلالو نغر كن ابزانيو علماءوچ اندا اسكمطوت كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثم يتوسدوا ركن صلاة ركن مهونون سلزي التحيات والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يميرو مسكمج الرشا ودرس مكراتي ميرو قدينو كتشهد ولتنياو تشهد بهالا ركن سلهون ينن يتوسو يالك الرسو صلاة يبلا شبت اللي بلو أبزاني علماء مذهبو جمكوان أسكمتو هالمالتنا طيب أسران دنياو نملكت أسران دنياو بمجرشة وتشهود بنبي صلى الله عليه وسلم لاي صلوات معورد إيهم يصلاة معزن يمجرشة وتشهود لاي التحياتون كالبو على قد يمجمرة وتشهود لاي ملان ولتنياو تشهود لاي هونم التحياتون يكرال نقرق انتج أماري عون يمجرشة وتشهود لاي اللهم سلي على محمد وعلى آل محمد بتلاي عينات سيغا مالتنا يمطاون صلوات معورد يأسفل لك بكل لو مالتنا بزوانة بابا لو تشعلو صلوات الله مالتنا النزان صلوات المامتات يتبك بتهالي الله سبحانه وتعالى بقرآن وسلم يلال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أن ملائكته بنبيه صلى الله عليه وسلم لاي صلوات يوردهالو أن أنت يا مناتشوهي صلوا عليه وسلموا تسليما صلاتنا سلامتان بنبي صلى الله عليه وسلم ما وردن أوردو تككلن يوم سلامتا صلاتن أوردو إلى الله سبحانه وتعالى إذن كزي تنستو صلاة وسط ميبالو صلوات ركن دهونا علماء وچ ياسك أمتو تال عند وقت نبي صلى الله عليه وسلم كابنو أجرى يزقبو حديث لي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم ودنيا وطا فقلنا انديال قد عرفنا كيف نسلم عليك أنت لاي سلامتان انديت اندمنا درق أو كنال تمرنال فكيف نصلي عليك انديت نصلاوات كان أنت لاي منا وردو أنت لاي منا وردو بلو طيقو من قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اندي بلو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اندي بلو قال النبي صلى الله عليه وسلم بزي ملكو صحابه وجن أستمعوا مالتنا سلازي مسرتاوي صلاة معزن مهورم كزيه نرد لما لذن طيب ليلة وأسرة والتنية وسلامتان سلامتا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
إن بتملكت نبيه صلى الله عليه وسلم بحديث أشوست منالو مفتاح الصلاة صلاة مكفشة طهاران وكالو وهلا صلاة من جمره من جواب بترجمه بتكبيرانه كالو وهلا عونم ما ترش على صلاة كصلاة من نوت أبته ولكن صلاة من نات أنا كبت رجمه تسليم دهونة أستمرونال بحديث أشوست مالتنه أي تسليم رجمه كصلاة ركن ما يدعمو ما أذن سلهونة السنة تو أسفل لجم السلام عليكم ورحمة الله بلو سلامتان ما كرب يسفل لجال النبي صلى الله عليه وسلم بعند حديث أشوم نالو أما يكفي أحدكم أو أحدهم عند أشو أيبك أشوم ويدعمو أيهون لا أشوم ويدعمو عند أشو أيده أيده على فخذه الجوتشون إجروتشولاي أسكمتو ثم يسلم على أخيه من أيمينه ومن عن شماله بوند مولاي بودك أني ويدك را سلامتان ما أقربو إين بتملكة من دينو سلامتا مالتو كصلاة أكال بمهونم سلامتان ما أقرب من أكل كفتني أنا جرند هونا ياستم ربط حديث منه ليرو ما ترش على من ملكته سو أسر سوستني على من ملكته وهلو ما أزنات وست رجعتها ويدك مطوم عنينا مرونه النزي هلو ما أزنات لي هلو ما أزنات سنادرك بأرجعتها لمثال ما قوم بلنال ترجعتهم وقوم اللبت ركوع ما درج اللبت بلنال ترجعتهم ما درج اللبت ركوع لايك أت أدرجو ما لت مشاع اللبت كركوع أنا ما لت اللبت ترجعتهم وقوم اللبت أحونم سجود ما درج اللبت سجودون بسوس بسباتو أكالاتو ترجعتهم ما درج مشاع اللبت سجود ولت سجود وش مكاكل كوتش ما لت اللبت كزالة شهودم سكمت عنده النزين نجارات وش ما زناتن ب إرجعتها بتوم أنينا مفتس أم ياسفل لقال طيب كذا أرى أسرع التنياو يما أزناتون كلمة كتل ما تبكنا يا لما الزبرة رك مالتنا عندو لمسالة كدمو أدركو عندو لمسالة صلاة قومي يسجدن هنا هذا فاتحا كرا ركو ما أدرك سجب سجود بيادرك هي صلاة اللي أبلاش بتجلال مكنياتهم مزن سلطه ما اذنوا يا صلاه ما اذننوا طلو يهدوا ስለዚህ ያንን ሰላት እንደውም ያንን ረካ ትቶ ሌላ ረካ መጨመር አለበት ይላሉ ዑለማዎች እሱን በተመለከተ ኢንሻአላህ በሰፊው መለከታለን ከሰላት ማዘን ውስጥ እነዚህን 14 የሰላት ማዘን ወይ ደግሞ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል በአንዳንድ መጽሐፍቶች ላይ በተለያየ መልኩ የተቀመጡ አሉ ነገር ግን እነዚህ ናቸው አብዛኛው ዑለማዎችም ያስተማሩት ያሉት እንዲመገሙ أبزاني ولا ما أقولش من كتاب أشولا يا سفروت الناس فيما برأيني سطوبت مالتنا كصلاة معزنات أست عندنا يتوسو النزين صلاة معزنات صلاة معزنات يتوسو من يدرك إني لو قد دايله ولا ما أقولش من هذا عندنا هم بلو يتوسو كهونة هم بلو يلفو كهونة صلاة تبلاش طوبتها باطل هون المالت يعني صلاة من اللي سوى مسجد مش هاللب كم جمره مكانتهم مسألة توي معزن سلة توي جن رستو كتوي هنا يتأوى كم يكتلو تست عنده كم هنا يزلم يلالو رستو يتوسو ويدعمو يتساسع تسو طيب من آتون يتأوى سناتشو سنو ملكت عندن يوها معزنون يتأوى مهونون اسكا قد أو ركعة تمساسع معزن بوتا درس على ما استاوس بزي ملكو كالا استاوس رستو مالتنا مثالي يمجمراو ركعة علي ركوء تونبال اذا ولدتن يو ركعة علي ሁለተኛው ረካ አለ ሩኩዕ እስኪያደርግ ድረስ አሁንም ካላስተዋወሰ የመጀመሪያው ሩኩዕን እንዳ የመጀመሪያው ረካ ሩኩዕን እንዳላደረገ ካላስተዋወሰ አሁንም በዚህ ሁኔታ ሩኩኑን የተወበት ይህ ረካ አይቆጠርለትም طيب ቀጣዩን ረካ የተሳሳተበት ረካ አድርጎ በመጨረሻ ላይ የመሳሳት ጁድ ያደርጋል ይሄ የተሳሳተበት ረካ ነውና መልሶ ምን ያደርጋል سجود السهውን ያደርጋል طيب مثال النوسد عند سجاد بولتني وركعة فاتحة ما قرأت هي جمر بما جمر وركعة أرستو فاتحة الكرة مهون يستوصل سلزيم فاتحة التكربة ركعة سرزو بولتني وركعة يسجد يعلون يما جمر وركعة درجال عون بولتني ركعة يقوم يسجدني يعلون نعم فاتحة الكرة يما جمر ولا فاتحة الكرة سلزيم هين يعون يما جمر درجال بني يوم عادتنا كذا وهلا قال له تني قتل عليه فيسكم يترشوا صلاه معناتنا صلاتهم مولى يدرغال معناتنا
بزي ملكونه متاجن على البت هولتني عن الملكات وده هولتني ركعة بوتها وكما درسوا بفيت يا مجمل ركعة علي ستة فصام بات بوتها علي هولتني ركعة بوتها علي سكال درس درس بفيتو بفيت عندون معزل مرساتون يمي أستوس بات هنيتها كهونة الزاس هيدرس مالتنه لمسالي يمجمل رأولي ركو رسان نبلنا نهون ركو هولتني ركعة ركو سايدرس كاستاوسة بزي هنيتا عند استاوسة ودعونو تملسو معزنون ما كناوني نوربت هالي العلو الموج لمسالي كراون كابك أبو هلا ركو الرسطو سجود يردك هنا سجود لاي هونو ركو مرساتون يستاوسة سونو سجود لاي هونو ركو اندرس استاوسة بزي هنيتا من مادر قلبت تنستو مقوم ركو يادر قلنا صلاتوني كتلا إيه معزنو إيه معزنو چلا كالو صلاتون الله لعبلا شبتي چلا كاستاوسة وداعونو يعني نقر متأقن مشاعر لبت ندالنو يما جمراو ركا علي النزي معزناتهم تلو كهيدا هلتنيو ركا علي يا تقبار ميدرق بات بوتا علي سايدرس كاستاوسة تملس ودوهالا يعني نقر متأقن مشاعر لبت نقر إن كزاك هاللفس هيدو مجرش علي سجود الصح وهيدا قمو يمرسات سجود يا درقال طيب انجدي واجب اركان الصلاه كاملو كيتازا قداينو انذي اركان الصلاه ويدغمو الصلاه معزنات انجدي اند قلال ميتايو نغراتوچ ارلم عندن سو صلاتون ملو يميادرغو مسراتاي قدايوش ناتچو كنذي وست كصلاه معزنات وست اندو منكو كغدله صلاتون ليابلاشبت يچال بتلي اوقو هون بلو يميادرغانت نغر كون كالاوقم دغمو مماري اسفلغال متيق ياسفلغال مردات ياسفلغال اهون عذر يلم በቀላል መንገድ የተለያዩ መጽሐፍቶችን ማንበብ ይችላል የተለያዩ ትምህርቶችን በኦዲዮ በቪዲዮ ማዳመጥ ይችላል መከታተል ይችላል አሁን እኔ አላውቅም እኔ ይሄ ነገር አልገባኝም ብሎ ችላ የሚልበት ነገር አይደለም አንድ በአንድ ጽፎ መመራመር መጽሐፍ መማር አለበት ይሄ የራሱ ጉዳይ ነው የሶላት ጉዳይ ነው አላህ ፊት ነገር ወልቂያም የሚቆምበት ጉዳይ ነው ያ ሶላት ተቀባይነት ካልሌለው ሶላቱ ኢባዳዎች ሁሉ ስራዎች መልካም ስራዎች ሁሉ ውድቅ ሆኑበት ይህ ሶላት ግን ተቀባይነት እንዲኖር ለማድረግ ደግሞ እነዚህ መስረታዊ ማዕዘናቶችን በደንብ መረዳትና ማወቅ መገንዘብ ይጠበቅበታል። طيب አንዳንድ ሰዎች ሶላትን መስገድ ብቻ ነው የሚያዩ እንጂ እነዚህ አይነት ጉዳዮችን ትኩረት ላንሰጥ እንችላለን። ይሄ በጣም ትልቅ ስተት ነው። መስገዱ ብቻ አይደለም ዋናው። ሰውየው 20 አመት 30 አመት 40 አመት እድሜ ልኩን ሊሰግድ ይችላል። ነገር ግን እነዚህ መስረታዊ ማዕዘናቶችን ካልተከተለ እድሜ ልኩን ከሳራ ላይ ሊወርቅ ይችላል። እንዲው ሊፈከንቱ ሊልፋ ይችላል ማለት ነው። ያን ዳይሆን ወዳውኑ ተመልሰን መለስ ብለን ሶላታችን ሁኔታ መገምገም ያስፈልጋል ለዚህ ነው ለማዎች በጣም በርካታ ኪታቦችን ጽፎ ተንትነው ሸርሐ ድርገውት ብዙ ሙጀለዳትን አስቀምጠው የሶላት ቦታ የሶላት ትምህርት ፍቂህ ውስጥ በጣም ትልቁን ቦታ ያዘ ነው ትልቁን ድርሻ ያዘ ነው የትኛውም ሁኔታ ላይ እስቲ ሁለተኛውን እንመልከት የሶላት ግዴታዎችን በተመለከተ የሶላት ግዴታዎች እንግዲህ አሁንም መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ እስከ 8 የሚደርሱ የሶላት ግዴታዎች አሉ የሶላት ግዴታዎች በመርሳ ስጁድ የሚካካሱ ከተረሱ ደግሞ የሚቀሩ ማለት ነው ዋጅብ ናቸው እነዚህ ዋጅባቶች የሶላት ዋጅቦች ናቸው በጣም ያን ግዴታዎች ማለት ነው የሶላት ግዴታዎች እነዚህ የሶላት ግዴታዎች መደረግ አለባቸው ከተረሱ ደግሞ በመርሳት ስጁድ ይጠገናሉ ልክ ሰውየው ትዝ ሲለው ያንን ዋጅብ ከተወ ትዝ ሲለው በስጁድ ሁለት ስጁዶች መጨረሻ ላይ ሶላት ላይ መጨረሻ ማጥናቂያ ሶላት ላይ ሁለቱን ስጁድ ያደርግና የመርሳት ስጁድ ነው ከዛ በኋላ ያሰላምታል ማለት ነው እነዚህ ነገራቶች እስቲ እንመለከት አንድ በአንድ አንደኛው በሶላት ክፍሎች መካከል የሚደረጉ መሽጋገሪያ ተክቢራዎች ለምሳሌ አንድ ሰው الله اكبر لو جمره هي انجدي ما اذنوا بلنا اللي مجمره تكبيره كذا بحالا يالو ودركو ايد الله وسيل الله اكبر مالتون بيتو هي هون واجب نو كصلاه واجب نو نغير كن بحالا تز بيلو على ما درغو بيعوق ولت سجودوچن مترشح عليه ما درغ مشالبت نو ሁለተኛው ደግሞ ركوع لاي لمثال سبحان ربي العظيم مالت يعني انا هون قدم صلاه ما اذن لا اسكمتن ይሄን አለ ማለት አሁን ዋጅብ ስለሆነ በሁለቱ ስጁዶች የሚጠገኑ ይሆናሉ ሶስተኛ ሰሚ አላሁ ሊመን ሐሚዳ ማለት ይሄም ለኢማምና ለብቻም የሚሰግድ ሰው ነው
لما عمر اللب لتكتاي سو سمع الله لمن حمد ايلم امام ما سجدوا كون لا اسجاجنا عندهم دغمو لبيتاو لمي سجد سو سمع الله لمن حمد مالت واجب نو يا صلاه واجب لما عموم يتدنغغا ايدلم سلازي امامو قال على سمع الله لمن حمد سائل بيد ويدغمو لبيتاو مي سجد سو سمع الله لمن حمد سائل كالف ሁለት ስጁዶችን የመርሳት ስጁዶችን መስገድ መቻ አለበት አራተኛ ከርኩ ቀና ሲባል ربنا ولك الحمد ማለት ከርኩ ቀና ብሎ ሲቆም ربنا ولك الحمد ማለት ይሄ ማዘኑ ሰላት ገባንም ቀደም ሲል ይሄ واجب ነው አምስተኛ ስጁድ ውስጥ سبحان ربي الاعلى ማለት ስጁድ ውስጥ سبحان ربي الاعلى ركوست سبحان ربي العظيم كذا ربنا ولك الحمد مالت سمي الله لمن حمد ربنا ولك الحمد مالت عندنا سبحان ربي الاعلى سجود است ما ادري اذا ستستنياو دغمو بهولت سجودوش مكاكل رب اغفر لي مالت قدام مسيل يا صلاه معزن يهونو بهولت سجودوش مكاكل مقامت يميلون ايهنا على كاتتم نبر اهو ني دغمو واجب هونوال رب اغفر لي يميلو كصلاه جديتاوچ است عندو نو ميهونو سبعتنيا لمجمراو تشهود مقامت قدام مسيل يمجمراو تشهود معزن است الاس جبانم معزن است الاس جبانم سلازي ولهذا عند المثال هون انبلنا ظهر صلاه يسجد عند سو ثلاث ركعات تناقو تشهد مكمت مشى علبت لمثال تشهد الرسالنا لثلاثه ركعه قوم مثال ثلاثه ركعه مسلوت ليون يشلال قط بلو قوم على تستكاكلو كحالا منالبات سو سبحان الله ليلو يشلال يا امام لا يقمت يشلال ይህ ምክንያቱም واجب ነው ከሰላት واجب ነው ስለዚህ ላይ መለስ ይችላል ምክንያቱም ማዘን አይደለም የተው واجب ነው እንጂ የተው ማዘንን አይደለም የተው እዚህ ጋር ይሄንን ነገር መረዳት ያስፈልጋል ስለዚህ ተመለሱ አይደለም ይቀመጠው ተስተካክሎ ከቆመ ተመለሱ መቀመጥ ግዴታ ይሆንበት ተስተካክሎ ከቆመ ግን ተስተካክሎ ካልቆመ እንዲ ከፍ ይያለ ባለበት ሰዓት ላይ ሱብሃንአላህ ሲሉት ቢመለስ ችግር የለው لا تشهدوا مالتنا نقول ان قد تبلو كقوم ابو هلا فاتحا مقرد كجمر ابو هلا بينقروا ياسو امامو مالتنا اندازو يكتلال اي كمتم تملسو كذابو حالا من يرقال لك صلاتون مجرش على سلامتون صحابك ابفيت ولدتم سجودوش يادرقال يمرسات سجودوش كذابو حالا يا سلامت على مالتنا بزو يتقن على مالتنا يهنن بدم مردات اسفل لقال زيقانو بزو جيز ستوش مفترود ቀጥ ብሎ ከቆመ በኋላ ተመለሶ ይቀመጣል ይሄ ስተት ነው طيب ስምንተኛው የመጀመሪያው ተሸሁድ ነው የመጀመሪያው ተሸሁድ የቀደሙ ለመጀመሪያው ተሸሁድ መቀመጥ ብለናል አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ተሸሁድ ማለት የመጀመሪያው ተሸሁድ ነበር ቀድም ማዘን ውስጥ ያስገባ ነው እነዚህ እንግዲህ የሰላትን ዋጅባቶችን በተመለከተ ነው ስምንት ናቸው ቀደም ሲል የሰላት ማዘናት ደግሞ 14 ናቸው نظام بدن مغنزب ያስፈልጋል ከሰላት ዋጅቦች ውስጥ አንዱን ዋጅብ የተወሰው ምን ያደርጋል አንደኛ ሆን ብሎ የተወሰው ከሆነ ሰላቱ ስለሚበላሽ መድገም ግዴታ ይሆንበታል ሰላቱን መድገም አለበት ሆን ብሎ ከተወ ማለት እነዚህን ሰላት ዋጅቦችን ሆን ብሎ ከተወ ሰላቱን መድገም ይጠበቅበታል ሁለተኛ ረስቶ የተወሰው ሰላቱ ትክክለኛ ሲሆን በመጨረሻ ሁለት የመካከሻ ስጁድ ብቻ በማድረግ ይካካስ አለ ማለት ነው ይሄንን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ሰላት ዋጅቦችን በሁለቱ ስጁዶች ወይ ደግሞ በሁለቱ የመርሳት ስጁዶች ተከተን መስገድ እንችላለን ነገር ግን ሆን ብለው ከሆነ ግን ሰላቱ ስለሚበላሽበት ሰላቱን መልሶ ከመጀመሪያው መጀመር መቻል አለበት ሆን ብሎ ዋጅብን ስለተወ ማለት ነው ይሄን እንግዲህ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰላትን ፍቅህ ተረቶ ኢባዳቸውን አሳምረው ነገ አላህ ፊት ሲቆሙ ደግሞ ሰላታቸው ተቀባይነት አግኝቶ በደስታ ወደ ጀነት የሚገቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን አላህ ሰላታችንን ኢባዳችንን ይቀበለን ኢንሻአላህ እንግዲህ እንደተረዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ በሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ የሰላት ሱናዎችን በተመለከተ በሰፊው እናነሳለን الله سبحانه وتعالى اسكذا وسلام ياقوياچو هذا والى لقاء اخر والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شرع الله فيسر ليراك حيث تجر تقتفي درب نبي دينه فقه ميسر شرع الله ويسر
عرقه تحيا لترقى هكذا المختار بشر كلما تسعى لخير كان خير الله أكبر.